الدكتور باسم البواب. أهلا بك دكتور باسم. بداية، نعلم أن صندوق النقد واجتماعاته في هذا الربيع يناقشون ملفات هامة وحاسمة، لكن هناك ملف يعتبر النظام المالي الذي اهتز لربما بعد الفائدة المرتفعة، وربما كان جرس إنذار أن هناك مشكلة حقيقية في النظام المالي. هل ترى أن البنوك المركزية الآن في اجتماعاتهم هذه مع اجتماعات الربيع سيصلون إلى اتفاق ما بين التوازن المالي وبين التوازن الأسعار؟ هل هم قادرين على ذلك؟ مساء الخير، يعطيكم ألف عافية. أكيد اليوم الاجتماعات اللي عم تحصل بواشنطن هي لأخذ إجراءات سليمة وجديدة للنظام المالي العالمي. مثل ما حضرتك كنت عم تقولي انه النظام المالي العالمي مثل ما كان ماشي ما بقى في يمشي مثل ما كان. في كثير بده يكون في اجراءات مشدده اكثر على المصارف من قبل المصارف المركزيه لحتى يكون نوعيه الاستثمارات وكميه الاستثمارات وحجم الاستثمارات والسيوله والملائقه وهذا كلها تكون بطريقه اكثر شفافة وتضمن حقوق كل المساهمين وكل المودعين بالمصارف، وما يصير في عنا هالأزمات وهالخضات هاي الكبيرة اللي عم تصير، خصوصا لما ترتفع أسعار الفوائد لحتى تخفف هي التضخم. طبعا ليه عم يرفع أسعار الفوائد؟ لحتى يخففوا نسبة التضخم اللي تجاوزت بالعالم يعني حدود 8 و9%، وهذا أرقام كثير مخيفة ومقلقة اللي عادة كانت تكون معدلاتها بين 3 و4% بحد أقصى. يعني نحن عم نحكي عن اكثر من ضعف التضخم اللي كان عم يصير. فعليا ضروري كثير هالمناقشات وهالاجتماعات اليوم لحتى يكون عندنا مثل ما قلنا اسلوب جديد، طريقه نظام مالي جديد يكون محصن اكثر للازمات ويكون بيقدر يحتوي على كل الازمات اللي معقول تصير بالمستقبل مثل اللي عم يصير معنا بهالسنه ومثل ما صار عنا قبل بال 2008 مثل ما صار قبل اكيد بسنين سابقه. نعم، يعتبر دكتور يعني كنا نتابع بيانات التضخم يوم أمس والتي جاءت أقل من التوقعات تقريبا عند 5.6%. هل ترى بعد هذه البيانات ونتابع المؤشرات الأخرى التي تؤخذ بعين الاعتبار من قبل الفيدرالي الأمريكي، هل سيكون لكبح هذا التضخم رفعة واحدة فقط كما يتوقع وهي 25 نقطة أساس ويتوقفون بعدها، أم في حال استمرار التضخم سيصلون إلى سياسة تشددية وفائدة أعلى من 5%؟ صراحة يعني طبعا كل ارتفاع الفائدة على الدولار بأمريكا كل ربع نقطة هي أكيد عم تأثر سلبا على الاقتصاد، كل ما يصير في تقلص للاقتصاد وهذا الشيء أكيد بدور وكل ما أكيد حيزيد البطالة. فعليا في حد معين المصرف المركزي الأمريكي فيه يتصرف فيه، ومحدود ال 5% هو يعني حد مرتفع جدا بالاساس وقليل قليل لكان يوصل له الا بالامور وقت يكون عن جد مثل هلا عم يصير تضخم كثير كبير. انا بتوقع انه لا توقف هون، يعني انا التوقع الخاص انه توقف على حدود ال 5% الفائده وساعتها بيرجعوا بيستعملوا وسائل اخرى لانه اكثر من هيك حتعمل اذى اكثر للاقتصاد، حيصير في عندنا شيء اسمه ستاجفليشن اللي هو تضخم مع كمان يعني بطاله ومع يعني ركود بالاقتصاد.